اليوم نهضنا من جديد كشعب واحد في وجه الخيانة والفساد. جميعنا نثق بهذا الرجل لينقل شعبنا العظيم إلى فترة من الأخرى. استدر إلى اليسار، إلى اليسار. لكن مثل ملكنا قبل الثورة كان متواضعا من الغرب ولا يعرف سوى مصلحة الشخصية. استدر إلى اليمين عند التقاطع التالي. الصدمة ينتج العبودية، لن نكون عبيدا. لقد حان الوقت الآن لإظهار قوتنا الحقيقية. إنهم يقولون من حجم تعظيمنا، دعنا نظهر إننا لم نخاشمهم. كشعب واحد يجب أن نحرر إخوتنا من نير احتلال. جيوشنا قوية وقضيتنا عادلة. كما أتحدث إنهم يتفسدون جيوشنا، بماذا سنحامي استقلال شعبنا؟ كان يوم عظيما. حربنا الداعش النبيلة قد بدأت.